بتاعنا ابتدى بالشكر والترحيب ومعرفتنا بحجم المسؤوليه الملقاه وتاكدنا ان احنا عارفين حجم المسؤوليه الملقاه على مؤسسه الرئاسه في الوقت اللي احنا فيه. ولكن كان مهم عندنا برضو ان احنا في اول الاجتماع بتاعنا ناكد على حاجه مهمه قوي. ثوره 30/6. وليه ثوره 30/6 قامت؟ رساله ثوره 30/6 الحقيقيه كانت الفصل الكامل ما بين فكره الدين والسياسه. رفض فكره وجود احزاب على اسس دينيه. ده الشعار اللي رفضته 30/6 وخرج الملايين يوم 30/6 عشان ياكدوا. فازاي ممكن ان حزب المصريين الاحرار اللي كان في قلب الثوره دي يقبل النهارده ان يكون في رغبه للتصالح مع قوى لغايه دلوقتي بين على اهميه استخدام التكنولوجيا الحديثه في الانتخابات القادمه؟ احنا بدرك ان الهند ليها تجربه مهمه جدا في استخدام التكنولوجيا الحديثه، واحنا مهتمين ان احنا برضه نحاول نستفيد بدوت عشان خاطر نخلي الانتخابات الحديثه تصل لاقصى درجه ممكنه من المصداقيه والنزاهه. ويشرفنا ان احنا نرحب تاني تشرفت اليوم بزياره مقر حزب المصريين الاحرار، وتشرفت بلقاء خالق الحزب وعدد من شباب حزب المصريين الاحرار الذي ولدت الحياه السياسيه بعد ثوره 25 مايو الجديده، وواصل عمله السياسي قبيل وبعد ثوره 30 يونيو المدينه. سعيد للغايه بما استمعت اليه الان، وسوف انقل ما استمعت اليه من رؤيه الحزب للسيد رئيس الجمهوريه، وكما قلت من قبل السيد الرئيس سوف يلتقي برؤوس القوى السياسيه في وقت لاحق لاستعراض مكمل الرؤى بشان الاوضاع الداخليه والخارجيه. تعلمون حضراتكم ان مصر الان تخوض مستويين من الحرب. المستوى الاول الحرب ضد الارهاب، وتابعنا جميعا العمل الاجرامي الكافر الذي استهدف وزير الداخليه اليوم. ومصر تخوض حرب اكبر هي حرب المستقبل في الواقع، الحرب على الفقر والجهل والمرض. هذا هو الجهاد الاكبر الذي ينبغي ان ينتصر فيه الوطن على كل ما لا ينبغي ان يكون جزءا من المستقبل. عايز اقول كمان لحضراتكم ان للاسف الشديد ان اذا انتظرنا اكثر هتكون الصعوبات اكثر، وان العالم يمضي الان الى تحديات اخطر مما مضى. التقارير الغربيه بتشير الى ان سكان العالم سنه 2030 هيكونوا 8.5 مليار نسمه، وان ده هيؤدي الى مشاكل حقيقيه في المياه والغذاء والطاقه. وان احنا في افريقيا والشرق الاوسط طبقا لهذه التقارير الغربيه هيكون في معاناه في مستوى الجفاف ومستوى التصحر، وهيكون عندنا احتياج للغذاء هيزيد بنسبه 35%، والمياه حوالي 40%، والطاقة حوالي 50%، وهنكون في قلب معركة التصحر والجفاف والحرب على المياه والطاقة. إذا لم ننتبه وإذا استمرنا إذا استمرت القوى السياسية دون انتباه، والسلطة السياسية والبرلمان القادم دون انتباه إلى هذه التحديات وهذه المخاطر، هنفاجئ إن إحنا إزاء حالة حقيقية من الاحتياج للغذاء والاحتياج للمياه والاحتياج للطاقة، ويكون معاناتنا أكبر في المستقبل. علشان كده لابد نستعيد في السابق